الخير النهارده يوم الجمعه آه والنهارده انا واخداه اجازه والولاد وجوزي خرجوا فالبيت بقى ليا لوحدي فقعده كده ايه بقى قلت اريلاكس خالص اعمل لي بقى ايه قهوه بس قهوه مخصوص بقى النهارده بقى هبدع بقى احط قهوه على على كاكاو واعمل <applause> حاجه حاجه معتبره كده شويه آه وانا دايما بحب يوم الجمعة ان يكون له طقوس معينة ومن ضمن الحاجات اللي انا بحب اعملها ان انا اولع بخور والبخور ظريف خالص معروف في الثقافة بتاعتنا ان البخور بيطرد العفاريت بيطرد الارواح الشريرة وده على فكرة مش في ثقافتنا احنا بس ده في ثقافات كتيرة قوي واذكر تقريبا ان انا كلمتكم عن الموضوع ده بس مش عارفة في انهي فيديو وفي انهي سياق ولكن انا دعبست في موضوع البخور ده لان لقيت الهنود مثلا عندهم البخور الصينيين عندهم البخور الهنود الحمر اللي هم في, 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 في أمريكا وكندا وفي منهم في, في أمريكا الجنوبية بيستخدموا البخور طب ايه الحاجة المشتركة بين جميع الثقافات دي والحضارات دي انهم كانوا بيبصوا على البخور او التبخير على انه بيطرد الارواح الشريرة فطبعا انا عارفة مفيش حاجة اسمها ارواح شريرة والكلام الفاضي دوة لكن هي في الاصل بتبقى ميكروبات الناس كانت بتاعية مش عارفة سبب العاية اللي هي بتحس بيه الاماكن المغلقه مثلا يقول لك اه ده بيتجمع فيها الجن والشياطين والعفاريت والحاجات دي هي بيتجمع فيها الميكروبات وقله التهويه بتخلي هذه الاماكن فيها ميكروبات ومقفوله فلما نبخر بنطهر المكان البخور جاي من خشب طبيعي خشب الصندل خشب الورد الهنود الحمر مثلا عندهم حاجه ان هم بيبخروا بالمراميه اللي هو السيج بياخدوه كده ويجمعوه بعد ما ينشف لان عشان عشان يولع ويطلع بخور لازم يبقى ناشف بعد ما بينشفوه بيحرقوه وبيسموه سمادجنج يعني لما بيبقى عندهم بيت جديد او في الطقوس والمراسم بتاعتهم او لما يبقى في حد عيان يعملوا سمجنج يبخروا المكان احنا عندنا برضو البخور بتاعنا تبص تلاقي جاي مش عارفة من ايه ومن ايه ومن ايه ويجيب توليفة وخلطة من عند العطار والعطار يقولك ده عشان كذا وده عشان كذا وده عشان كذا الحاجات اللي هو بيحطها على بعض دي ليها خصائص طبيه لانها من الاعشاب وحرقها حرق الاعشاب دي بيطلع الابخره فلما نستنشقها. العيان اللي عنده مرض اللي فيه ميكروبات في البيت الحاجات دي كلها بتروح فالبخور في حد ذاته لا بيطلع حسد ولا بيمنع معرفش ايه ولا بيعمل ايه لكن انا بعمله وبحبه جدا 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 لانه بيطهر جو البيت اه وده يخليني اه اكلمكم عن ان كل حاجه تقريبا ليها سبب علمي بنعتبرها انها ما وراء الطبيعه لاننا لسه مش عارفين ولا مدركين سببها العلمي الناس زمان كانت قويه الملاحظه لكن ما كانتش بتقدر تنسب عارفين cause افكت السبب والنتيجه او المسبب والنتيجه مش قادرين يربطوا ده ببعض فيقول لك مثلا مش عارفه ما تعملش كذا 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 عشان من الخبره ومن التجارب اللي حصلت لما عملوا حاجه معينه عيو مثلا في مثلا يقول لك مثلا لما تتعور حط مش عارفه هو العفن الاخضر اللي بيبقى على زير الميه في في الفلاحين بيعملوا كده هو ليه عشان مرة تانية ان في خصائص طبية في الحاجات دي فبيحطوها عشان يعمل يقولك اكبس الجرح بن لان البن بيخلي يحصل تخثر في الدم فيتجلط الدم في الحتة دي فيمنع النزيف هل ده صح؟ هل ده نعمله؟ لا ما نعملوش لان ما مضطرين ان احنا نعمل الحاجات دي مثلا في حد من قرايبنا اتحرقت وقع عليها الزيت ده لاقولها حاجات غريبه قوي على مكان الحرق انا فاكره دقيق إيه معجون سنان بيض مش عارف ايه وده عمل مشاكل جامده قوي 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 لان الحاجات دي ربما تكون بنسميها هوم ريميدي يعني علاجات منزليه بتنفع في الحالات البسيطه لكن في 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 حرق من الدرجه الثانيه والله اكبر من من الدرجه الاولى يعني من, ال من اللي هي الحروق الفظيعه قوي اللي هو تجاوز ال الطبقه الرقيقه خالص الاولانيه دي ودخل للطبقات الاخرى من الجلد آه فطبعا حصل مشاكل ومش بس كده من قلة النظافة ومن قلة اللي بتاع حصل انفكشن حصل عدوى وحصل بلاوي تانية فحلو ان احنا نعمل العلاجات الطبيعية وناخد اعشاب انا واحدة من الناس بشرب اعشاب وبشرب اعشاب عشان سببين السبب الأولاني أن في خصائص طبيه لهذه الأعشاب والحاجات الحاجه الثانية أن عشان أقلل شرب الشاي والقهوه عشان لأن الحاجه اللي تزيد عن حدها بتتقلب ضدها زي ما بيقولوا يعني احنا ممكن ندمن الشاي ممكن ندمن القهوه يقولك ده كييف كييف يعني ايه يعني هذه الماده اللي موجوده في هذا المشروب زادت نسبتها قوي 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 في جسمنا فبقينا محتاجين ان احنا عايزين نشرب هذا الشيء على طول على طول على طول وزي ما قلت لكم في انواع كثيره من الادمان في درجات مختلفه كمان من الادمان عشان كده انا لما بقول ان اللي بيشرب سجاير ده مدمن ايوه وانا مصره على رايي ان اللي بيشرب سجاير ده مدمن لانه محتاج ما تقوليش عاده سيئه. لانه محتاج وجود نسبه النيكوتين والبلاوي السوداء التانيه في جسمه عشان يحس بالارتياح وعلى فكره انا بتكلم عن علم انا عملت انا وجوزي كتاب وحتى خدنا جائزه جائزه الدكتوره سعاد الصباح عن الكتاب دوه وكان كتاب اسمه تشريح سيجاره وشرحنا هذه السيجاره بكل مكوناتها. بكل خصائصها الكيميائية وبتعمل ايه في جسم الانسان بس طبعا الكتاب ما كانش له رواج تجاري فما ما انتشرش الكلام ده كان سنة 2003 من, من سنين كتير يعني فانا لما بتكلم على الكلام ده انا عارفة انا بتكلم عن ايه وبحاول ان انا لما اتكلم عن موضوع اكون ملمه بيه ومدركه بيه وعامله ماي اون ريسيرش بحثي انا والبحث اللي انا بعمله مش ان انا بدور في المدونات وبقرا الكلام اللي كاتبينه اشباه الصحفيين والكلام ده وانا عندي القدره ان انا ادخل على المكتبات العلميه بالايميل بتاعي بتاع الجامعه واجيب الابحاث وب... وبدور على الحاجات دي ف... إيه... ما... ال... الفكرة اللي جت في دماغي أن احنا ما نقعش فريسة للدجالين ولا للأدعياء انا فاكره من فترة كده كنت قريت على إنهم قبضوا على واحدة دجالة بتعمل إيه حجبة ومش عارف ايه وحاجات زي كده وتذكرت الحادثة دي من فترة كانوا عملوا حمله اعتقد في سوهاج على المقابر عشان ينظفوها من الاعمال والبلاوي السوداء اللي محطوطه فيها سواء الاعمال دي بتنفع ولا ما بتنفعش مش هو ده اللي انا بتكلم فيه انا بتكلم آه ان كميه الشر اللي في الناس صور عرايس صورة عروسه لطيفه جميله بفستان الفرح معمول لها عمل عشان يحصل فيها ويسوي ويعمل مش عارف ايه وتبقى دايرة مفرغة بقى واللي بيكسب الحقيقي اللي المين اللي بيكسب فعلا اللي بيكسب هم الدجالين ولو انهم ولا بيكسبوا ولا حاجة لانهم بيفضلوا طول حياتهم في عيشة ضنك من ب60 نيلة مهما كانوا بيعملوا فلوس ولا بيضحكوا على الناس ليه كمية الشر ده ليه كمية السواد ده آه موضوع الجواز والطلاق ان الواحد يحط عينه على واحده او يحط عينه او تحط عينها على واحد إيه الحب لما يدفعنا ان احنا نبقى مؤذيين ده ما بيبقاش حب ده يبقى مرض يعني احنا مرضى نفسيين ماشيين على رجلين إيه ان في مثلا صوره طفل تخيلوا صوره طفل ومعمول له عمل الطفل ده عمل ايه عمل ايه عشان يلاقي حد يكرهه هذا الكره الشديد علشان ي... 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 يتمناله الاذى ويتمناله الحاجه الوحشه ولما بيحصل بقى والشخص اللي احنا حاطين عنا عليه ده وعملنا له العمل ده بيوذي بيتاذي ب... ب... بيحصل له حاجه. ب... يعني بنفتكر ان ده عشان العمل اللي اتعمل عارفين الحديث حديث النبي عليه الصلاه والسلام إن, ان بيكلم بيقول له يا غلام لو اجتمعوا الناس كلها انهم يضروك بحاجه مش هيضروك بحاجه الا بحاجه كتبها ليك ربنا ولو اجتمعوا انهم يفيدوك بحاجه اجتمعوا الناس كلهم انهم يفيدوك بحاجه معينه. ربنا ما كتبها لكشي مش هتجيلك وطبعا بقى ادخلوا بقى ايه في اللي ما واللي عنده تجاره ومش عارف ايه لدرجه ان ممكن تلاقي ناس كده متعلمه ومحترمه دخلت مدارس وبتدعي ان هم مثقفين لكن في السر ودي انا اعرفها السر بيروحوا للدجالين وبيروحوا لل... 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 للناس عشان يدوروا على كنوز ويدوروا على اثار ويدوروا على ذهب مدفون ويعملوا عمل عشان ياذوا حد او يعملوا عمل عشان ينالوا حاجه معينه الدنيا صدقوني ما بتمشيش كده. ما تفتكروش ان انا ما في مواقف كنت فيها ديسبريت ديسبريت يعني يائسه مش عارفه اعمل ايه, في امراض بتيجي للبني ادم في حاجات شغل بيتمنى ان هو يشتغل وفي ناس بيحبها ويبقى عايز يتجوزها في ايه تاني الدنيا مش هتخلق وبنحاول بطريقه واثنين وتلاته واربعه ونبتدي نسال ده ونسأل, ده ونسال ده ونسال ده ونسال ده وفي النهايه يعني انا اعرف سيده فاضله يعني دلوقتي هي كبيره قوي 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 لي هي لم ترزق بأطفال لكن جوزها كان عنده اولاد من 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 زواج قبل كده وانها قد ايه حاولت وراحت للدكاتره وعملت كذا وعملت كذا. من ضمن الحاجات بتقولي رحت لدكتور هي كانت عملت عمليات قالها علي فكره انتي مش هتخلفي خالص تاني لان ببساطه العمليات اللي اتعملتلك قبل كده دمرتلك جهازك التناسلي طبعا ده ما كانش في في الوقت الحاضر دلوقتي العلم تقدم وفي اساليب وفي طرق وفي الوقت ده من سنين طويله قوي بنتكلم على 40 و50 سنه ما كانش فيه بقى اطفال الانابيب وما كانش فيه الكلام دوت فالعمليات كانت بتبوظ والدكاتره ما بيقولوش و ف يعني بتقولي قعدت سنين وسنين أجري ورا الدجالين وأروح للمشايخ وأروح للأساوسة ولما تيجي حاجة أعملها ولما مش عارف إيه أعمله ويقولوا لي مش عارفة أحطي الحلاقة بتاعة جوزك في الحمام وانتي بتستحمي واعملي كذا واعملي كذا ونفع مع واحدة وحصل كذا 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 عمرنا ما بنشوف الصورة كاملة عمرنا ما بنشوف الصورة كاملة ربنا سبحانه وتعالى بيسبب الأسباب لكن الأسباب دي بتكون في حدود معينة لما ما بنعرفش السبب بنقول دي معجزة وتلاقي ال ال الدجال يقولك مثلا ايه حطي الموضوع دوه في ميعاد معين قبل ما الزوجين يناموا مع بعض ما هو أصل فيه سايكل في دورة حياة لازم يحصل تبويض وبتبقى في أيام معينة فلو, فلو حصلت حاجات معينة في الفترة الصح وما فيش مشاكل أخرى هيحصل حمل والامور هتبقى كويسه فالناس بتقعد تحاول وتجرب وبتجرب اكتر من حاجه مع بعض يا صابت يا خابت بتصرف فلوس كتير قوي الاوحش بقى هي المرارة اللي بنحس بيها حرمنا من الطفل حرمنا من, من, من ترقية معينة حرمنا من حاجة بيعمل مرارة حرمنا من الجواز ودي يمكن انا شفتها ان لما بنت بيعدي سن معين اللي هو سن الجواز اللي هو زي ما قلت احنا زي الفواكه بيبقى برايم وده على فكره للرجاله وللستات فما على بعض ونقول الراجل ممكن يتجوز في اي وقت اه بيتجوز في, في, في اي وقت لانه ما عندوش الدوره دوره الهرمونات والتبويض وعدد معين اي ست عندها 400 بويضه فقط فعندها عدد معين محدود بنتولد بيه ما لناش فوقه زياده ما بنكونوش إيه لكن الراجل برضو صحته بتخسع بيبقى عنده مشاكل بيحصل له بلاوي سودة حاجات زي كده فلما البنت في الفترة البرايم في فترة النضج الجميل كده كأنها فاكهة جميلة حلوة وبيتعدي الفترة دي ولسبب ما ما بتتجوزش بيبقى في مرارة جواها بحس ان شخصيتها بتختلف إيه بتبقى اجرسف شوية بتهاجم اللي حواليها بتنتقد اللي حواليها كتير قوي 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 خصوصا لو اللي هي اللي حواليها دول يعني متزوجات او خلفوا او كذا او كذا فنبتدي نحكم بقى على بعض ونبتدي وطبعا يعني في المقابل الناس اللي حواليها كمان بيعملوها بشكل معين انهم بـ بـ يا اما واحد هي صعبانه عليه يا اما واحد بيتكلم عنها بشكل او واحده بتتكلم عنها بشكل معين اللي متجوزه بتخاف عليها من جوزها بتخاف من الحسد مواويل كتيره قوي 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 والامور بتتلخبط قوي في بعض والحاجات بتخش قوي في بعض وبتكلكع الامور ف يعني شوفوا انا ابتديت معاكم في موضوع البخور لكن ال الكلام قدنا لايه فاي حاجه فيها عشان كده يقول لك الدجل خزعبلات لان احنا مش فاهمين السبب في حاجات تنفع وفي حاجات ما تنفعش وده مش في ثقافتنا احنا بس ده في كل الثقافات يعني انا ليا صديقه هنديه بتقولي لي حنان هي هندوسيه. بتقولي حنان احنا اتربينا من واحنا صغيرين ان لما ماما تعمل اي اكل او نطلع اي اكل من التلاجة شوفوا لازم نحط شوية منه في طبق ونحطه بره في البلكونة او في الساحة قدام البيت عشان تيجي الطيور تاكل منه ولما الطيور تاكل منه ناكل احنا فهم بيقولوا ايه بقى ان هما قال بيغزوا او بيأكلوا الانساسترز بتاعهم اللي هم جدودهم السابقين لان في ثقافتهم بيؤمنوا بالريكارنيشن اللي هو آه ان احنا لما بنموت الروح بتقعد تدور على جسد تاني تدخل فيه وتعيش فكأن بنعمل اعادة تدوير للارواح بتاعتنا هو ده ايمانهم فبتقول لي قعدت ادور على سبب لقيت فيه تفسير علمي للي هي بتعمله وشافت مامتها وجدتها بيعملوه ودخلوه في الديانة بتاعتهم واصبح دجل وخزعبلات بتاعتهم السبب ايه بقى ان زمان ما كانش فيه طرق حفظ الطعام زي دلوقتي ما كانش عندهم تلاجات ما كانش عندهم حاجات يحفظوا فيها الاكل فكانوا بيحطوا شوية من الاكل بره عشان الطيور والحيوانات عندها حاسة شم وتذوق أقوى من البني آدم كتير فلما تشم هذا الأكل وتلاقيه إنه فاسد ووحش حاجة إحنا بحاسة الشم بتاعتنا ما نكتشفها لو الطيور والحيوانات أكلت من هذا الأكل معناه إن ده أكل صالح تعالوا ناكل منه لكن لو الطيور والحيوانات ما أكلوش من الأكل ده معناه انه اكل مش صالح فما ياكلوش منه ولكن في حد صور لهم ان جدودهم اللي هي ارواح سواء دخلت في جسم بشر او دخلت في اجسام حيوانات او طيور لو ما اكلوش من الاكل ده يبقى ما بركه وما ناكلش منه شفتوا في كل الثقافات. في كل الحاجات ما دام بيقول لك ايه اذا عرف السبب بطل العجب بنستعجب ايه ده ايه الهبل ده ايه الحاجات دي ايه كذا ايه كذا إيه كان في حد يعني واحده بتقول ان هي يعني بقت حامل لما حطت الحلاقه بتاعت جوزها في ميه اللي هي بتستحمى بيها عدت سنين وسنين 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 وقريت بحث غريب جدا 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 وانا لما بقول لكم قريت بحث مش ان انا قريته خبر كده او او حاجه عبيطه ده بيبقى البيبر نفسها بيبقى البحث نفسه اللي اتنشر في مجله علميه محكمه البحث الغريب ده بيقول ان عرق الرجاله بيبقى فيه فرمونز. مواد اسمها فيرمونز فيرمونات وده بيفرزها الرجاله والستات إيه، الـ 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 الفيرمونز اللي بتطلع في عرق الرجاله او الفيرمونز اللي بتطلع في عرق السي... السيدات هي اللي بتجذب الـ 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 الاشخاص لبعض عشان كده يقول لك ايه ده مفيش كيمستري بينا مفيش تفاعل كيميائي بينا دي حقيقه دي حقيقة ممكن حد يتقبل ريحة عرق شخص ويكره ريحة عرق شخص تاني لان المواد اللي طالعة في عرق هذا الشخص بتنفرني ما بقدرش استحملها الحب عشان كده مثلا لما بيتكلموا على البارفانات ولما بيتكلموا لما النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لو خرجت الست وتشمت ريحتها تبقى زانيه برضو خلينا نعقل الكلام النبي عليه الصلاه والسلام مش بيتكلم على اي ست وخلاص كان في في ايامهم السيدات اللي هم الساقطات اللي هم في الخيام ذوي الرايات الحمر الكلام دوت السيدات دول كانوا بيستخدموا العطور والحاجات دي عشان يجذبوا الرجال عشان يجولهم في الخيام لان ده كان تجارة وشغل زي شبكات الدعارة دلوقتي فهو ده اللي كان بيتكلم عنه لكن ريحة عرقنا يعني يعني فيها من الفيرمونز اللي بتطلع في وقت الشهوة او في وقت الاعجاب بين الراجل والست فالحلاقة بتاعته فيها ايه فيها الفرمونز دي فبقت هي متقبلة لوجوده وللعلاقة اللي بينهم والكلام دوة ده التفسير اللي انا فسرته هل صح او غلط معرفش لكن النقطة هنا ان انا ما بتقبلش اي كلام دجل وخلاص لازم اقعد ادعبس على السبب الحقيقي وعلى الحاجة الخفية اللي يمكن انا ما كنش شايفاها زي ما بحثي قدني للسبب الحقيقي ان احنا بنحب البخور وان البخور بيطرد الارواح الشريرة وان البخور بي... العيان اصله يمكن محسود فلما نولع له بخور بيروح الحسد فبالتالي يخف هذا الشخص ان هو كل الامر ان في ميكروبات وفيروسات وجراثيم كائنات ميكروبيه يعني ما بتتشافش غير بالمايكروسكوب يعني ما نقدرش نوصل لها فالبخور دوت لما بنحرق هذا العشب او هذا النبات او او او, أو, أو الشيء دوا بنطلق خصائصه الطبيه فيبتدي يطهر الجو يموت الفيروسز حتى التبخير نفسه التبخير مش من البخار التبخير اللي هو السموك اللي هو الدخان التدخين يقول ايه دي رنجة سمك مدخن ده سلم مدخن ده لحم مقدد بيحطوه على الدخان لان الدخان بيعقم وبيطهر وفي طرق كتيره قوي للتعقيم منها الحراره ومنها البروده وطبعا في التعقيم الكيميائي ف لما تسمعوا من حد حاجه يا ريت نشغل مخنا وندي نفسنا ثانيه نفكر وندور ولو ما توصلناش للسبب ما يجيش في دماغنا ان دي حاجه اعجازيه حاجه ما وراء الطبيعة حاجة مش عارف ايه ومفيش بشر بيضر بشر الا بحاجة ربنا سبحانه وتعالى كاتبها له ربنا سبحانه وتعالى قال يجعل من يشاء عقيما الآية مش فاكراها مش فاكره نص الايه ومش عايزه الخبط فيه إن هو بيخلي في ناس عندها اولاد وفي ناس بيخليهم ما عندهمش اولاد واللي عنده اولاد يا اما بيجي ولد وبنت يا اما بيجي بنات بس او بيجي ذكور بس او يزوجهم ذكران وبنات يعني يجي من ده ومن ده ف لان في في طريقه في اسلوب في 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 كروموزومز في اكس وواي لو جه اكس من هنا و واكس من هنا هيبقى ال ال البيبي ده بنت لو جت اكس من هنا وواي من هنا هيبقى البيبي ده ولد ف ففي امور كتيره قوي وحاجات كتيره قوي ان احنا نؤمن بربنا سبحانه وتعالى ده اهم حاجه وان احنا ناخد بالاسباب كل ده افكار جات في دماغي النهارده وانا بروق البيت وبظبطه وبهيئ الجو عشان انا اقعد شويه مع نفسي كده شويه حلوين قبل ما الولاد يجوا من بره واستمتع برائحه البخور الجميله اللي انا بحبها وبتحسسني بالانشراح وبتحسسني بان انا مبسوطه لان انا اعشق حاجة اسمها بارفانات اعشق حاجة اسمها روايح حلوة اعشق حاجة اسمها بخور اعشق حاجة اسمها شمع اللي هو شمع اللي بيطلع ريحة حلوة واكتشفت كمان من ضمن الحاجات ان انا عندي حاجة اسمها اوزموفوبيا <applause> يعني الخوف من الروائح الوحشة لان الروائح الوحشة دايما بتبقى جاي معاها انها حاجه عفنه حاجه مش نظيفه حاجه مؤذيه عشان كده لما بقول لكم لما بيبقى عندنا بعض المشاعر السلبيه المشاعر السلبيه دي عامله زي الريحه الوحشه اللي بتنبهنا ان فيه هنا حاجه غلط نبتدي نفكر فيها زي الغيره زي الخوف زي الحسد زي الحقد زي كل الحاجات دي ففرصه النهارده نظفوا بيوتكم ظبطوها شوفوا هتعملوا ريحه حلوه ازاي مش لازم علي فكره تشتروا حاجات غاليه في حاجات كتير قوي ليها روايح حلوه زي القرفه مثلا القرفه ليها ريحه رائعه لو حرقنا شويه او لو غلينا شويه ميه وحطينا فيها شويه قرفه هتعطر حت... حت... المكان في مره من المرات انا ب... ايه ايه بنشف نعناع والشقه كلها بقى ريحتها ايه جميله خالص من, من النعناع ايه تحروا كده ان يبقى في روايح حلوه في نفسنا في ولادنا في جوازاتنا ايه النظافة, النظافه 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 بتعمل ريحه حلوه لكم سلام عشان ايه اروح اشوف بقى حالي النهارده كده يوم على الهادي خدوه كده يوم على الهادي صباح جميل زي الفل خلوا كده النهاردة يوم جميل تفاؤل مليان بالحاجات الجميلة الحلوة يمكن أشوفكم بعد شوية شربوا معي شوية شاي بس مش أي شاي شاي بالياسمين طعمه <تعمو> حلو في الأول ما كنتش بحب قوي طعم الشاي والأعشاب والحاجات دي لكن بعد فترة اكتشفت إن إن حاسة التذوق عندنا ممكن ندربها على حاجات كتير